سووا اعتدلوا سووا صفوفكم يرحمكم الله. بسم الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. تحيات الله. السلام عليكم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط الذين أنعمت عليهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. تحياته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. الصالحين ما شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله. أستغفر الله. أستغفر الله. رحمة السلام منك السلام. تبارك But also special thanks and shukr to Sheikh Abdullah for taking the time to come to our humble masjid, Mission Islamic Center, and giving us a very, you could say, important, basic, but very important lecture on the fundamentals of our religion. So pertaining to Tawheed, the categories of Tawheed, Rububiyya, Uluhiyya, Asma wa Sifat, but also the conditions of La ilaha illallah, Iman, the pillars of Iman, and so on. So we'd like to thank our Sheikh, may Allah Ta'ala reward him.